ينضم إلي من لندن مراسل الغد محمد فينيش. محمد، إذن كيف تتردد أصداء هذا الاتفاق بتمديد المفاوضات التجارية ما بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي؟ هل من تفاؤل بأن يتم بالفعل التوصل إلى اتفاق لما بعد الخروج؟ نعم الزميلة هبة، ما تم الاتفاق عليه هو تمديد المفاوضات، وبالتالي ما ينتظره على الأقل المؤيدون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عبر اتفاق لم يتحقق بعد. كذلك المتخوفون من أنه اليوم سيكون النهائي في المفاوضات، الموعد النهائي، وبالتالي الخروج بدون صفقة أو بدون اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، على الأقل بات هناك نفس جديد أن تطول هذه المفاوضات بعد أن كان هناك اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وبين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. الاتصال الهاتفي مدد لكبير المفاوضين البريطانيين ديفيد فروست مع نظيره الأوروبي ميشيل بارني إمكانية التفاوض لمدة أطول في بروكسل، لكنها لم تحدد. لكن هناك يوم الحسم، يوم الحسم هو 31 من هذا الشهر، نهاية المفاوضات وبداية تفعيل اليوم الفعلي لخروج بريطانيا والاتحاد الأوروبي. الطرفان الوقت ليس في صالحهما، بالتالي مجبران على الوصول إلى اتفاق يعرض على البرلمان البريطاني من جهة الحكومة البريطانية، ويعرض على الاتحاد الأوروبي من جهة ميشيل بارنييه، وبالتالي يوافق البرلمانيين الاثنين على الاتفاق إذا ما تم، وبعد ذلك يصبح ساري المفعول. النقاط الثلاثة العالقة، نقاط تعتبر هي الحجرة في حذاء هذه المفاوضات إنجاز هذا الوصف، على اعتبار أن بريطانيا لا تريد التنازل عن مياهها البحرية وسيادتها على ذلك، تريد التعامل بالمثل في النظام الجمركي، أنه طيب إذا ما فرض النظام الجمركي على جزء من بضائع بريطانيا سيعمم. نعم محمد، بحسب يعني التصريحات، هل يمكن أن يتم التوصل إلى اتفاق تجاري ما بعد الخروج المقرر بال 31 من هذا الشهر؟ بريطانيا أعطت نوايا حسنة الأسبوع الماضي عندما تنازلت وقررت بحدود إيرلندا بفتح الحدود في إيرلندا الشمالية مع جمهورية إيرلندا، وهذا وإن كان مخالف للقانون الجديد، قانون السوق الداخلية الذي لا يزال موجود في البرلمان. لكن الطرف الأوروبي لا يزال متشبث بموقفه، خاصة في النظام الجمركي. نحن نعلم أن لندن تعتبر السوق المالية، العاصمة المالية والاقتصادية، وبالتالي لديها خبرة في التجارة وإدارة التجارة، يحاول الاتحاد الأوروبي أن يحمي مصالحه التجارية من التغلغل البريطاني بعد الخروج، ويحاول كذلك الاتحاد الأوروبي أن يعطي رسالة لأعضائه 27 أنه الخروج ليس بالهين، وبالتالي رسالتين يبدو أن بريطانيا الآن تدفع ضريبتهما. لكن في ذات الوقت هناك تأهب في حالة الخروج بدون اتفاق، وزارة الدفاع هيئت الموظفين لحماية سيادتها البحرية، وهناك كذلك يعني بمعنى هناك الخطة ألف للاتفاق وهناك الخطة باء للخروج بدون اتفاق على الأقل على مستوى المملكة المتحدة. شكرا جزيلا لك محمد فينيش مراسل الغد من لندن.